موقع غزالة احنا بنستمر في مقابلاتنا حول موضوع استبدال المدرسي، بناية المدرسي دال في موقع المشتوية إلى أهل البلد، واحنا نلتقي مع مدير المدرسة دال الأستاذ أبو مصطفى فهد حاج أحمد. أستاذ محمد، طبعا أنت ضايق كثير لما ما قدرناش ننقل المدرسة للبناية اللي استردت حاليا حسب قرار المحكمة، ومنيح جدا يعني تحدثنا عن اللحظات هي اللي بدك تواجه الامر انك تثبت المدرسه في مكان اخر غير المكان اللي هو لازم تكون فيه. شكرا كثير للسلام، وشكرا لموقع الغزال على هذا اللقاء المهم جدا. اول شيء انه استرداد المدرسه هذا انجاز لرئيس مجلس العاملين السيد محمود الشيخ احمد لاداره المجلس والعاملين في القسم الثقافي على هذا الانجاز التاريخي، الخط رجع الى اهله، وهي شغله كانت مهمه جدا. قضيتي انا خاصه قضيه مدير مدرسي، كنا ندخل على مدرسه جاهزه من طلاب من معلمين من بناي 23/8 قرار محكمي عدم دخول الى المدرسه الابتدائيه دال في ام الشتويه، لان كليه سخنين اصدرت امر في ذاك الوقت في منع طلاب عبلين من دخول الى المدرسه. الشغله اللي صارت لكل اهل عبلين انه كان في حرب هون، الحرب اللي كانت موجوده هل نحافظ على مدرسه دال ولا ما نحافظش عليها؟ لذلك المجلس المحلي ورئيسه جندوا لفتح مدرسه ابتدائيه دال في بنايه المكنس وتجهيزها خلال 7 ايام، وفتره العيد كانت خير فتره عيد تجهيز المدرسه كمدرسه كبنايه وفتاح كمان موعد واحد في 3/9 لطلاب عمليه. كمدير في هذيك الفتره مريت بظروف صعبه جدا اللي ما بتمناهاش ولا لاي بني ادم يمرها. طلاب مجوز ابو 50 طالب كان اول يوم، حرب ومظاهرات في البلد ضد فتح مدرسه، وهذا مع انه الموقف بيكون عكسي. اكثر شيء المني يعني اليوم بالقرن ال21، اعتاب القرن ال21 تخرج مجموعة من الناس ضد فتح مدرسة، فكان حربنا وكان صراعنا وكان نضالنا على تثبيت المدرسة. ومن أنا ورئيس المجلس والعاملين في قسم المعارف في المجلس المحلي بالاتصال الشخصي بكثير أهالي استطعنا نجنب طلابنا هي المدرسة. الناس أعطت منطقتهم. وكم صف؟ كان عندنا 106 صفوف من صف أول لصف سادس بالإضافة إلى صف البستان وإضافة إلى صفين روضات في داخل المدرسة، ما يقارب ال 240 طالب قدرنا نجيب على المدرسة وقدرنا نثبت المدرسة. كان هدفنا بهي الفترة مش بس إنه ثبتنا المدرسة، كان لازم نثبت نفسنا لكل أهالي عاملين، لأنه اللي كانوا متخوفين إنه يبعثوا أولادنا على المدرسة، شو هاي المدرسة؟ شو فيها؟ شو فيها؟ شو وين موجود المدرسة؟ هل المعلمين اللي راحوا قاعدين بيعلموا منيح؟ فكان في تخوف كبير عند الاهالي. استطعنا اليوم بكل مصداقيه والاوراق موجوده في المدرسه الابتدائيه دال انه نعمل هويه المدرسه، المدرسه قائمه. تم مساعده جميع الزملاء من مدراء المدارس والمدارس الابتدائيه في عبلين والمدارس الاعداديه في مساعده هذه المدرسه والوقوف الى جانبها، بالاضافه الى المجلس المحلي وبالاضافه الى كادر المعلمين المهني الموجود بداخل المدرسه. استطعنا انه نشتغل مع الاولاد، نحسن مستوى تحصيل الاولاد، استطعنا نعمل فعاليات لا منهجيه، واليوم المدرسه الابتدائيه دال بتنتقلها جاهزه جهوزيه كامله تنتقل للبنايه الجديده، كامله للانتقال للبنايه الجديده. لما طلع القرار امبارح انا احكي لكم كنت سعيد جدا جدا، وكنت على الصفوف وبلغت الاولاد وطلاب المدرسه الابتدائيه دال طلبوا حصه كامله انه يطلعوا وينطوا ويزكوا ويغنوا، لانه حقهم بدهنيات استرد وحقهم استرد من خلال النضال اللي قام فيه المجلس المحلي باستعاده مدرسه دال. كله كان سعيد جدا بهي الخطوه، واحنا بنشكر رئيس المجلس المحلي والمجلس المحلي على هذا الانجاز، وبنطلب من كل الاهالي وبنقول لهم كلمه بسيطه جدا، مدرسه دال اثبتت نفسها من جميع وكله شايب وعارف وقيمت كي تستمر المدرسة مش راح توقف. حكينا من بداية السنة مش راح يفيد مع بعض الأشخاص القيام
بتهديد مدرسة دال. مدرسة دال ماشي، القافلة تسير. أنا من هون بدي أوجه كلمة خاصة ودعوة لكل الأهالي. مدرسة دال موجودة، طلابها موجودين بدعمكم وبنفسكم. هاي المدرسة راح تكبر وراح تصير من إنجاز إلى إنجاز. إحنا جميع المدارس اللي في عبلين اللي تحت سلطة المجلس المحلي بتعاونوا مع بعض بتعاون مستمر وتعاون يومي. وبس الخبر طلع امبارح، جميع المدراء جميع المعلمين اللي في باقي المدارس اتصلوا وهنأوا إدارة المدرسة بهذا الإنجاز وباسترداده للمدرسة. كلياتنا في عبلين إيد واحدة من أجل إنجاح التعليم ورفعه عاليا عشان هاي الأولاد تستمر ونحضر جيل للقرن 21. شكرا كثير لموقع البزان اللي قام بهاي الخطوات ونشر كمان مهم جدا. موقع البزان قام بتسويق المدرسة بشكل مهني وبشكل موضوعي وساعدنا كثير عشان نسوق المدرسة. وشكرا كثير لأبو جنان اللي كان له فضل كبير كمان معي أنا شخصي، وقف معنا من أولها. لخليل اللي كان في أي فعالية بدنا إياه يجي صورها كان يجي يركض من أجل رفع هاي اسم المدرسة. شكرا كثير لكم. شكرا، مبروك يا أبو مصطفى. شكرا لكم.